هنروح دلوقتي نشوف بقى ابرز يعني المديرين الفنيين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هنشوف بقى شكل الفرق وهنبتديها بفريق مواليد 99. 99 معانا التشكيل، معانا تشكيل. هنشوف طبعا مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن خالد بيبو، مدير فني القطاع منذ سنوات ما كانش موجود السنه دي بتعملها لجنه التخطيط ومجلس اداره النادي الاهلي، مستر مايكل بروكش المدير الفني. وهنا في استقرار على المدير الفني المواليد 99، ادى اداء رائع خلال السنتين السابقتين، كابتن عمرو انور. اضافه كبيره لقطاع الناشئين السنه دي الكابتن ياسر رضوان وتاريخ كبير، كابتن محمد شرف عائد من الدوري الممتاز، كابتن شريف عبد الفضيل مواليد 2005 وجه يعني مستقبل للنادي الاهلي، كابتن سيد غريب مواليد 2006، كابتن ياسر محمدين 2007، كابتن اسامه زكي 2008، الكابتن حسين شكري 2010، والكابتن ممدوح عبيد 2011. دي ابرز الاسماء اللي موجوده داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. زي ما اقول لحضراتكم السنه دي في طفره في قطاع الناشئين، السنه دي برضو تم دمج الفرق مع بعض، يعني مواليد 99 بقوا مع الفريق 2000 بقوا فريق واحد، فريق 2001 مع فريق 2002 بقوا فريق واحد، وايضا فريق 2003 و2004 بفريق واحد. من هنا هيبقى فيه اهتمام كبير بالناشئين خلال الفتره اللي جايه علشان نقدر نشوف يعني لاعبين صاعدين ان شاء الله يقدروا يصعدوا للفتره الجايه للفريق الاول.